بسم الله الرحمن الرحيم. مع حضراتكم دكتور محمود هدهود، استاذ جراحه العظام والعمود الفقري بكليه الطب. انا بشكر حضراتكم على مشاهده القناه ومشاهده الفيديو. يا ريت اللي ما اشتركش قبل كده في القناه يشترك فيها، يعمل مشاركه للفيديو عشان يوصل لناس ممكن تكون محتاجه المعلومات الموجوده. يا ريت لو في اقتراحات لمواضيع جديده ممكن نقترحها، ولو في اي تعليقات او كومنتات، ويا ريت ما ننساش الضغط على زر التنبيهات عشان يوصلنا ما هو جديد، ونبدا مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. برحب بحضراتكم النهارده في البث المباشر، وان شاء الله باذن الله نرد على بعض الاسئله اللي موجوده ان شاء الله، وان شاء الله يكون الكلام باذن الله مفيد يعني. طيب، في سؤال بيقول ان هو والده عنده كسر اعلى الفخذ الايسر، ولما شوفي وبعد عمل اشعه اتضح ان العظم خارج مكانه بقليل، ما هي الحلول المناسبه لهذه المشكله؟ يعني خارج من مكانه بقليل، هل اللحم بس فيه اوجاع؟ مش مشكله كبيره. مع العلم ان هو مريض بالسكر، لو ما عندوش سكر او عندوش مشاكل ممكن نعمل تعديل او تقويم كويس. لكن لو هو سكر والدنيا مش مظبوطه، يبقى ممكن الامور تكون مش محتاجه او ما هيش مشكله ان شاء الله. الف سلام عليك. طيب، في بيتكلم على مرض الاسبوت شاتر ديزيز، كم عمر اللي في العمليه؟ بتتكلم في حوالي 25 حاجه زي كده، يعني فوق ال 20. طيب، في بيعلق على ان في كسر فوق الركبه وعمل شريح ام سمير، فبيقول انه عمل نفس العمليه بقاله 6 شهور ولحد الان ما يقدرش ان هو يطويها كويس. ممكن يكون الشرايح عامله مشكله، فالمهم ان انت اول حاجه ان انت تتاكد ان الكسر ملتئم بشكل جيد، وان شاء الله الامور تبقى بعد كده تبقى كويسه. يعني اهم حاجه الكسر نفسه يكون ملتئم بشكل كويس، بعد كده ممكن تشيل الشرايح والعظم يبقى كويس وما فيش مشكله. طيب، في سؤال بيقول انه راكب شريحه ومسامير من مده شهر ونص، وعنده الم من الجانب الايمن للركبه مقابل الشريحه. تعمل ايه حضرتك؟ بيقول اعمل ايه؟ بتعمل حضرتك اشعه وتشوف ايه السبب في الالم دي، هل المشكله في الشرايح، هل المشكله في الكسر، ايه المشكله بالظبط، بناء عليه بيكون التصرف. بيقول ان هو عمل عمليه بقالي حوالي 6 ساعات، عمل العمليه من شهر ونص، تثبيت فقرات وغضروف. ممكن ينزل الشغل امتى؟ دي حسب الحاله وحسب تطور او التحسن اللي بعد العمليه، وده بيحدده الدكتور وبيحدده مع المريض. طيب، وفي سؤال بيسأل على موضوع الشوكة العظمية، هل تكسرون الشوكة العظمية مع نزع التليفات؟ مش شرط، يعني أكتر المراجع وأكتر الأبحاث بتقول إن الشوكة العظمية دي مش أساس، ما هياش أساس في الموضوع، هو المشكلة في التليفات وهي اللي بتحتاج الجراحة. طيب، بيقول بحال كان التقوس 9 درجات، كم سنتي يزيد الطول بعدها؟ بيتكلم في حوالي 9 مللي أو حوالي سنتي. بيقول ان ايه؟ بيتكلم على عمليه الرقبه، عمليه الغضروف في الرقبه، وبيقول ان احنا ان شاف ناس عاملين عمليه ما يتحرك الرقبه، لا، العمليه بنشيل الغضروف ونعمل تثبيت الفقرات، وباذن الله بيبقى ايه افضل من الاول، وبيتحرك المفصل بعد كده ان شاء الله بشكل جيد. امت الله هنيئا ومزيدا نجاحات الدكتور، ربنا يحفظكم جميعا وشكرا جزيلا. طيب، في سؤال بيتكلم على الشرايح او تثبيت كسر في اعلى عظمه الفخذ، كم نسبه العجز في هذه العمليه؟ يعني النسبه دي بتختلف من حاله لحاله الاخرى، بس يعني نسبه المعفزه المضاعفات بتتكلم حوالي مثلا حوالي 10% مثلا او كذا، بتختلف يعني. طيب، في سؤال تاني بيقول ايه بالنسبه لعمليه تثبيت كسر في عنق عظمه الفخذ والمفصل، كم نسبه العجز؟ طبعا نسبه عنق عظمه الفخذ يختلف عن كسر في مدول الفخذ. كسر في عنق عظمة الفخذ نسبة عدم التئام فيه بتوصل لحوالي 40%، تختلف هل عظم الفخذ تكون في حالة جيدة بعد تغيير مفصل الركبة؟ إن شاء الله أقصد يبقى العظم في حالة صحية جيدة، إن شاء الله يكون بحالة صحية جيدة إن شاء الله. هل تقوس القيم يؤثر على مفصل الحوض؟ وإيه العمل في مثل هذه الحالة؟ لأن مفصل الورك في ألم مستمر، هيوجد علاج لحالتي وعندي 55 سنة. لا، ده ممكن يكون عندك تآكل في المفصل بموضوع آخر، فحضرتك ده حاجة تانية غير التقوس، يعني الموضوع ده ممكن يكون تآكل المفصل، فحضرتك بنعمل أشعة عادية وأشعة ترانية ونشوفها ونشوف الوضع إيه بالظبط.
هل يوجد مفصل ثلاثي الرؤوس قياس 40 ملي؟ يعني ايه مفصل ثلاثي الرؤوس؟ ترايبولر، ايه ده يعني؟ ايه مفصل الحوض؟ يعني في انواع كتير من مفاصل الحوض تختلف تبع الورك. ايوه ماشي، ترايبولر. في انواع كتير من المفاصل، لكن ما اعرفش انا يعني هي يعني اكتر حاجه دلوقتي مشهوره دلوقتي اللي هي ديوال موبيليتي، اللي هو ثنائي الحركه، دي اكتر حاجه دلوقتي ايه جيده وموجوده كويسه جدا. يعني هو اكتر حاجه ديوال موبيليتي، وده ممتاز جدا جدا في معظم الحالات ونتائجه رائعه ان شاء الله، اللي هو الديوال موبيليتي او ثنائي القطبيه. رقم الواتس موجود على القناه بس 010-992-82300. ديوال موبيليتي ده موجود، موجود ان شاء الله، مفيش مشكله ان شاء الله. انا بتمنى لحضراتكم يعني كل الخير، واشوفك دايما على خير، والسلام عليكم ورحمه الله. في نهايه الفيديو بشكر حضراتكم على المشاهده الكريمه، يا ريت ما ننساش مشاركة الفيديو، الاشتراك في القناة، وفي أي تعليقات واقتراحات لموضوعات جديدة. وألقاكم دايما في أحسن صحة وأحسن حال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.